يا هلا فيكم في ترند، بعزيمة وقلب قوي ومؤمن بنغلب كل الصعاب، ويا محلى ملقاكم، ويا هلا بكم في الزينة اللي دوم تتذكركم. هذه الكلمات اللي تضمنها الفيديو اللي انشره الحساب الرسمي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض على انستغرام، وحصد على تفاعل كبير وتعليقات كثيرة تعبر عن الاشتياق لعودة الحياة إلى طبيعتها، وهذا اللي نتمناه وكلنا أكيد. الله أكبر الله أكبر. دشنت جمعية تاريخ وآثار البحرين موقع المكتبة الإلكتروني، والذي يعنى وبالدرجة الأولى بالانفتاح والمشاركة محلياً وعالمياً بما تحتوي عليه المكتبة من مصادر تاريخية وأثرية تم جمعها خلال أكثر من 6 عقود من تأسيس الجمعية. محتوى المكتبة بيكون متاح للباحثين والدارسين وحتى المهتمين بتاريخ وآثار البحرين، وهالشيء يعتبر إضافة مميزة للتراث في المملكة. وعن كيفية الاستخدام بيكون في مقطع خاص عن تدشين المكتبة وطريقة استخدامها، بالإضافة إلى جولة افتراضية في الجمعية. تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الإمارات مقطع من حفل تخريج الدفعة 40 من كلية الطب والعلوم الصحية من جامعة الإمارات، وهم يرددون قسم المهنة خلف الدكتور جمعة الكعبي عميد الكلية، وذلك عن بعد خلال حفل التخرج الافتراضي والاستثنائي والذي أقيم ولأول مرة. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أراقب الله في مهنتي، أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها، في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، في كل الظروف والأحوال، بادلا وسعي، بادلا وسعي، في استنقاذها، في استنقاذها من الهلاك والمرض، من الهلاك والمرض، والألم والقلق، والألم والقلق. لتشجيع الناس على ارتداء الكمامات وإدخال تطوير جديد عليها، قام أحد المصورين في مدينة شناي في الهند بابتكار كمامة جديدة تحمل وجه مستخدميها وتوفر في الوقت نفسه وقاية له من تفشي فيروس كورونا المستجد. وطور المصور الفوتوغرافي غاندينا غار نظاماً يتيح طباعة النصف السفلي من الوجه على الكمامة، بحيث يكون وجه الشخص ظاهراً بالكامل عند ارتدائه الكمامة الخاصة فيه، لافتاً إلى أن فكرته اجتذبت الكثيرين، حيث أنه تلقى طلبات من دول كثيرة حول العالم. واضح أن انتشار فيروس كورونا وفرض التباعد الاجتماعي بين البشر نتج عنه ابتكارات جديدة، والبعض منها ممكن يكون غريب. فقد قام صانع الأحذية الروماني جيرغولوب بابتكار حذاء بأنف طويل يساهم في التباعد الاجتماعي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. وبكذي مشاهدينا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر، مع السلامة.